إبراهيم بن أدهم رحمه الله، جاء إليه شاب يشتكي هذه الشكوى، قال: يا إمام، جربت المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب فما أستطيع، فعظني يا إمام، دلني على موعظة أترك بها الذنوب. واستمع، واستمعي أنت يا أمة الله. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا فعلت خمسة أمور إذا فعلتها فاعصي الله كيفما شئت. ففرح الشاب، إمام من الأئمة يفتيه بجواز المعصية بخمسة شروط، هاتها يا إمام، والله أفعلها، هاتها بسرعة. قال: يا بني، هذه الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه فوق أرضه. قال: رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه؟ وهل الأرض كلها إلا أرضه وملكه؟ قال: أما تستحي فوق أرضه ثم تعصيه، فوق أرضه ثم تعصيه، فهذه صعبة ما يقدر عليه. قال: هات الثانية يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تأكل من رزقه. قال: رحمك الله يا إمام، وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده؟ قال: أما تستحي تأكل من رزقي ثم تعصيه؟ وأنت ما تستحي، وأنت أما تستحين تأكلون من رزقه ثم تحاربونه بها وتعصونه؟ أهذا شكر النعم؟ قال: هات الثالثة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه في مكان يراك فيه. قال: رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ وين أروح؟ وين أختفي وهو يعلم السر وأخفى؟ قال: أما تستحي تعصيه وهو ينظر إليك؟ أجعلته أهون الناظرين إليك؟ قال: هات الرابعة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءك الموت ليقبض روحك فقل له يؤخرك لتتوب من هذه المعاصي. قال: رحمك الله يا إمام، ومن يستطيع؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: هات الخامسة يا إمام. قال: يا بني، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءتك زبانية النار ليجروك في جهنم فانفلت من بين أيديهم واذهب إلى الجنة. فبكى الشاب وصرخ: كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة نصوح. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأنت اسمع غاني بخمسة شروط، طبقها ثم اصنع ما شئت. لا تصلي ولكن لا يراك، ولا تأكل من رزقه، ولا تسكن فوق أرضه، وقل لملك الموت يؤخرك، وانفلت من خزنة النار وزبانية النار عياذا بالله منها. وأنت كذلك يا أمة الله. فقال: كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة نصوح. فإذا لم تنفع معك هذه النداءات، ولم تنفع معك هذه العلاجات، فأحسن الله عزاءك في نفسك.